بلادنا تمر بفترة صعيبة كسائر دول العالم بسبب فيروس الكورونا. كل واحد منا على باله باللي النفايات عندها دور كبير في تكاثر وانتشار هذا الفيروس. بزيادة على هذا الشيء، نفاياتنا تحتوي على نفايات خاصة والمتمثلة في وسائل الوقاية من فيروس كورونا، كما الكمامات والقفازات الجراحية، ويمكن أنها تكون معدية. وعامل النظافة هو اللي يكون في الواجهة ويكون أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس. حتى وانت قاعد في دارك تقدر تساعد وتقدر تحارب هذا الفيروس من خلال وضع نفايتنا في كيس مغلق بإحكام وفي المكان المحدد لها. وما ننساوش مع احترام الأوقات المحددة من طرف الجهات المخصصة برفع النفايات، وهكذا باش نحافظوا في نفس الوقت على حين نضيف لأطول مدة ممكنة. بلادنا راهي بحاجتنا. تمر في النار حواجيكم. حرب فيروس كورونا من دارك بتصير نفايات. يوكن أن حارف الكورونا فيروس قيموث كخامن نوي وسرسوث أن ديلاق إضمان نوي.